حسيت ان الفيلم فيه حاجه من افلام اللي هي اللي احنا اتربينا عليها، الافلام اللي هي بتاعت عادل امام واحمد زكي، اللي هي في حاجه كده من الحاجات القديمه، وده اللي حببني جدا في الفيلم. فيلم زي ده مش سهل. زملائي طبعا امينه اور جود اومن. من اول ما ابتديت الحمد لله وانا بحاول اصعب فكره ان هو تغيير الدور، و حاولت في الاول خالص كمان ما اشتغلش مع نفس المخرج كتير، يعني اشتغل مع مخرج هنا وبعدين مع مخرج تاني. طبعا بحاول اكتسب خبرات وبحاول اشتغل مع ناس على قد ما اقدر واتعرف على مدارس اخراج تانية، غير ان انا كل مره بعمل دور بحب اعمل دور مختلف، لان انا لو قررت نفسي هيبقى صعب جدا. يعني يمكن مع عمرو سلامه حتى في الاول خالص لما جالي فيلم زي النهارده وعملت دور مدمن، اتعرض عليا دور مدمن تاني بعدها ورفضت لفتره طويله جدا، وكان مع طارق العريان الحقيقه في فيلم اسوار القمر، بس لظروف تانية لقيت ان هو تناول الشخصيه كان مختلف. بس بالنسبه لي الدور طبعا دايما كل ما كان مختلف عن الدور اللي قبله، حتى مش بس الدور، نوعيه الفيلم، لو انا بحاول اعمل جانر دراما بس بعد كده في كوميدي او في اكشن او في جانر انا مش مرتاح فيه، كومفورت زون، مش يعني حاجه جديده عليا خالص، هبقى عايز اعملها اكتر لان فيها اكتساب خبرات، فيها اكتشاف. وبيتهيألي انا اخترت مهنه التمثيل دي عشان اكتشف حاجات ليها علاقه بمشاعر بني ادمين، ليها علاقه بسكيلز، ليها علاقه بادوات، ليها علاقه بافكار، بثقافات. فكل ما تنوع التنوع ده اتواجد في اي سيناريو بالنسبه لي ده بيثير اهتمامي اكتر بكتير. الحقيقه الفيلم بتاع شماريخ من اول ما عمرو حكى لي القصه اللي هي الاخرانيه اخر قصه اخر حاجه رسي عليها اللي هي قصه شماريخ فعلا، حبيت جدا الروايه اللي جوه السكريبت، العلاقه والكاركتر والباك جراوند بتاعه والرحله اللي هو بيروحها هو والبطله هو وامينه. حسيت ان الفيلم فيه حاجه من افلام اللي هي اللي احنا اتربينا عليها، الافلام اللي هي بتاعت عادل امام واحمد زكي، اللي هي في حاجه كده من الحاجات القديمه، وده اللي حببني جدا في الفيلم. واللي حبيته برضه ان لقيت كذا حد بيقول التعليق ده، ان في حاجه من الافلام اللي احنا متربيين عليها. فاي فان ان لاف وذ ات، وبحيي عمرو عليه وبحيي سي سينما ان هم تشجعوا الانتاج فيلم زي ده مش سهل. زملائي طبعا امينه اور جود اومن. تجيب شغل كتير في كل طبعا. فالحمد لله سعيد جدا ان انا عملت الدور ده، وسعيد جدا بالكاركتر، بحب بارود جدا، او ما اعرفش الترجمه اللي اسمه داينامايت بس تمام، بس حبيت جدا الفيلم والدور. انا نوعت جدا الفتره اللي فاتت حتى في على مستوى الدراما، كنت يعني بدايه حتى من ميت وش في كل اسبوع يوم جمعه، سوتس والسينما برضو، حتى اخر حاجه كانت صاحب المقام واللي قبلها كانت روب الماس، مش اكشن صرف يعني، كان اخر حاجه اكشن عملتها كانت من ضهر الراجل اي ثينك، متهيألي اللي جاي بقى اصلا في اكشن كتير قوي، فده يعني لو هو مش مقبول في الاكشن كويس انك قلتي لي من دلوقتي يعني. لا بحاول دايما انوع، وعلى قد الحمد لله ما برضو عندنا في السينما كذا، او في يعني التنويع ما بين السينما والدراما التلفزيونيه دلوقتي، ان انت ممكن تعمل اكشن هنا، ممكن تعمل دراما هنا، وكله بيتشاف كويس في الاخر، خاصه بعد وجود المنصات اللي